بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبين. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي في فيديو جديد، وحياكم الله معاي بيوم جديد منوريني ومشرفيني. قبل ما نبدأ الفيديو كالعادة، جيبي حاجة علشان تشربينها ويلا معاي ابدأ الفيديو. انتم عارفين انه انا الفترة هذه اروح عند امي كثير، وصورت لكم الكبة اللي كانت مفرزنتها، فهي فرزنت كبة كمية كثيرة لي ولخواتي، وعطتنا علب، عطتنا حصتنا يعني، فصعب انه اجي انا هنا وكمان افرزن، فقلت خلاص انزلكم طريقة ماما اللي سوتها عندي بالقصيم، تشوفونها بحذافيرها بشكل مفصل وشرح وافي على طريقة امي الله يطول بعمرها يا رب، واسرار التفريز والقلي. يلا تعالوا مع بعض، خلونا نفتح الفيديو ونشوف الفيديوهات القديمة ونشوف طريقة تفريز الكبة من الالف للياء واسرارها كمان. أول حاجة نبغى نغسل البرغل. مقدار البرغل هنا يا بنات 6 أكواب ورقية، شايفين الأكواب اللي ماما قاعدة تستخدمها علشان ما تتهون مني، 6 أكواب بالضبط تحطونها في مية نظيفة، المية مالها مقدار. ضروري يا بنات البرغل ينغسل زين، ضروري علشان ما يبقى فيه أحجار، البرغل مليان أحجار، فلما الواحد ياكل تطلع قطعة حجرة تحت الأسنان مو زين. تبدين كذا تحركين البرغل داخل المي علشان الحجر ينفصل عن البرغل، تمام؟ قلبي كويس زي ما ماما قاعدة تسوي كذا، حلو؟ وبعدين عصري زين بإيدك وحطي بالطنجرة. العصر يا بنات ما تكزين مرة وانت تعصرين، لا يا دوبك تكت عصرة كذا، لأن نبغى البرغل يكون رطب ما نبغى يطلع ناشف، تمام؟ شوفوا كيف ماما يا دوبك اللي تصفين البرغل من المي وتحطينه على جنب، تحركين كذا، ولما تاخذين خذي من الوجه، يعني حركي كل ايدك البرغل وبعدين خذي بس من الوجه. شوفي كيف ماما تسوي الحين، شوفي تاخذ من الوجه بس، خلاص تشيلينه وتحطينه على جنب. غسلت ماما ايديها كذا، نرجع فوق نحط الميه نفسها، الميه اصلا ما فيها شيء، الوسخ هو اصلا بالبرغل، خلاص نرجع نبدا عاد عمليه التصوير. كيف عمليه التصوير؟ تحطين شويه مي وترجعين تكبين المية هنا، شايفين تنزلين المية المتسخة وتخلين شوية من البرغل بالطاسة، وترجعين تحطين عليها شوية مي وترجعين تحركين وتنزلين شوية من البرغل. ليش الحركة هذه؟ علشان آخر حاجة راح تلقين كسر الأحجار واضحة، تمام؟ شوفي هي طلعت، شوفين هذه الأحجار اللي حنا ما نبغاها، علشان تكون البرغل نظيف وما عليه أي شوائب. إذا حسيتي إن البرغل ما نظف ارجعي كرري العملية هذه مرة ثانية، خلي البرغل يرتاح ربع ساعة، تمام؟ احنا خليناه بشوية ليونة، ليش؟ علشان البرغل يشرب المية اللي زايدة، ينتفخ شوي، فأتركيه هنا يرتاح ربع ساعة. والحين راح أبلش معاكم بالمقادير الحشوة. تحتاجين هنا مكعبين ماجي، ممكن يزيدون وينقصون على حسب التذوق. عندي 4 ملاعق صنوبر محمصين بشوية زيت وماخذين لون ذهبي، وعندي كمان حبتين كبيرات بصل مفرومين ناعم، وحبتين رمان طازج مفروطين، وعندي 1.5 كيلو لحم غنم، برضو عندي ملح وفلفل حسب الرغبة، وكمان شوية دبس رمان برضو على حسب الرغبة. ماما تقريبا حطت 4 ملاعق، انتي ضيفي اذا حسيتي انه الحمض ناقص ضيفي، لان الرمان عفوا الكبة عبارة عن رمان حامض ودبس رمان. اول حاجة تحطين اللحمة لحالها بدون اي نقطة زيت، لان اللحمة من نفسها راح تنزل مية. يا بنات استخدموا اللحم المفرزن اللي هو شركة ممتاز، الذ من الطازج والله واحسن، يعني شايفين هذا المي اللي طلع، هذا المي هو اللي ما نبغاه علشان ما تسفر اللحمة. تمين تحركين لحدات ما المية هذه تختفي، أو فيكي تسلقين اللحم لحاله بالبداية وبعدين تحطينه اللي انتي حابة مع شوية هيل وزنجبيل. خلاص الحين ننزل بالماجي نقلبه زين مع اللحم لحدات ما يتغلف كذا كله داخل حبات اللحمة.
بعد كذا ننزل عليه بالبصل، حبتين البصل المفرومين ناعم، ونتم نقلب لحدات ما يذبلون وياخذون لون أشقر داخل اللحمة. خلاص خلصنا من البصل، الحين تعالوا خلونا نملح ونحط الفلفل الأسود. حطت ماما هنا فلفل أسود تقريبا نص ملعقة صغيرة، وكمان الملح حسب الرغبة، وأضافت دبس الرمان. هنا حطت 4 ملاعق، بس هي زادت شوي دبس الرمان لأن نحبه حامض. خلاص الحين آخر شيء نبغى نضيف الصنوبر. يبقى عندنا يا بنات الرمان يا بنات لا تحطونه إلا بعد ما يبرد اللحم تماما علشان ما ينسلق داخل حبات الكبة. بعد ما يبرد على آخر شيء ضيفي عاد أنتي الرمان، وبكذا نكون خلصنا من الحشوة. تعالوا الحين خلونا نطحن الكبة مع بعض ونبدأ عاد علشان نحشيها ونشوف كيف طلع شكلها بالأخير. يلا نبدأ الحين مرحلة طحن البرغل واللحمة، هذه أهم خطوة. لازم يكون عندك هذه المطحنة. تجيبين من عند اللحام نص كيلو لحم عجل مفروم بدون عروق وبدون أي عظم، تخليونه يفرم لك اياه ناعم، وهذا سر قرمشة الكبة حتى بعد ما تبرد. البعض يحط غنم، لا يا بنات حطوا بقر اللي هو العجل، نص كيلو لحم بدون عروق وبدون عظم. وهنا عندي معجون الفلفل الرومي تمام اللي انا سويته معاكم بالانستغرام، اذا مو عندك عادي، بس هذه الخطوة تخلي الكبة حمرة. اذا حابين الطريقة اكتب لكم اياها تحت تمام. وتضيفين كمون، هذا البرغل اللي غسلناه نضيف عليه كمون تقريبا ملعقة مليانة تمام، وملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم، وكمان ملح. الملح يا بنات بعد ما تعجنون ذوقوه بطرف إصبعكم، شوفوا الكبة ملحها كويس ولا لا، على التذوق يعني تمام. خلاص كذا نبدأ عاد نحط المقادير كلها داخل المطحنة. تحطون 3 ملاعق برغل كبار، تحركونه زين وتحطون 3 ملاعق برغل وبعدين لحمة علشان المطحنة معاكم. خلاص تكملين طحن، طبعا تطحنين على الشفرة الناعمة تمام، مو على الشفرة الخشنة، على أنعم شفرة. وهذه العجينة بعد ما خلصنا تبدين عاد تقعدين بالأرض تذوقين الملح، وتبدين عاد تعجنين بإيدك كويس كويس لحدات ما يختلط كل حاجة مع بعض. تعجنين زين زين زين، تتأكدين إن البرغل اختلط مع اللحمة، كل حاجة اختلطت مع بعض تمام. كذا العجينة تكون خالصة، وهذه اللحمة بعد ما بردت حطينا عليها حبات الرمان. وكمان تجهزين عندك صحن مية العجين واللحم وصحن مية صغير علشان نبدأ شغل بالكبة. والحين راح نبلش بعملية الحشو. تحطين شوية مية على ايدك وتقطعين قطعة من الكبة على شكل كورة كذا، وتبدين براحة اليد من جوا تضغطين حبة الكبة وبأصبعك تلفين لحدات ما تصير معاك الكبة رقيقة زي ما ماما مو قاعدة تسوي. شايفين كيف؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. بعدين تحطين شوية من الحشوة، وبعدين بأطراف إيديكي اللي هو السبابة والإبهام، شايفة كيف بالنص كذا تضغطين وإيدك من تحت تلف تمام، وتسكرين الكبة زين خلاص بالشكل هذا. وإذا حسيت إنها ناشفة شوي بإيدك حطي شوية مية، بس لا تكثرين علشان ما تفرط الكبة معاكي. خلاص هذه الكبة كذا جاهزة. حلو، هذه أول صينية ما شاء الله تبارك الرحمن خلصت. ضروري يا بنات وانتي تشتغلين عجينة الكبة تغطينها، تاخذين قطعة صغيرة وتغطينها علشان ما تنشف. بالنسبة يا بنات لعملية التفريز، تحطين كل حبة لحال زي ما احنا قاعد تفرقينهم عن بعض، ما يرتكون على بعض، لا جنب بعض كذا تمام، وتدخلينهم الفريزر يجمدون، بعدين تطلعينهم وتعبينهم بعلبة وبالفريزر، متى ما بغيتي طلعي وكولي. وزي ما قلت الفلفل الأحمر اللي حطيناه احنا ترى مو مهم ولا شرط، إذا مو عندك يعني اللي هو معجون الفلفل الرومي، بس هو يعطي لون. وفي ناس كمان تكثر الفلفل هذا علشان تصير حمرة أكثر من كذا، وصراحة أطيب، وحنا صرنا نكثرها يعني. وتعالوا الحين خلونا نقلي كم حبة يعني. الحين نجي لعملية قلي الكبة سواء المفرزن أو العادي. أول نقطة الزيت ما يكون بارد، الزيت لازم يكون متوسط الحرارة مايل للحرارة علشان حبات الكبة ما تفرد. الشيء الثاني الزيت ما يكون رقيق، يكون غزير تدخل حبة الكبة فيه
تمام. الشيء الثالث والمهم، أول ما تنزلين حبات الكبة لا تقلبينها، اتركيها شغلة 3 دقائق، تشد حيلها، وبعدين بملعقة كذا، ملعقة مي صغيرة، ملعقة مي كبيرة، ملعقة صغنونة، ابدأ قلبي حبات الكبة كذا بالراحة بالراحة لحد ما ياخذون اللون الذهبي. ولا تنسين لحم العجل، هو اللي يعطيها قرمشة حتى بعد ما تبرد. أتمنى أني أكون كذا أعطيتكم أسرار الكبة بحذافيرها. أنا وأمي كانت ماما عندي هنا، سويت جنبها شوربة الذرة وزبادي وكولا وكلينا، وبألف عافية يا رب علينا. كذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اذكروا أمي بدعوة واذكروا أبوي بدعوة، الله يرحمه. الله يا رب يحفظكم أمهاتكم وآبائكم ويرحم الأموات منهم. إذا حبيت الفيديو لا تنسين تدعمين أم سارة بلايك، وإذا حبيتي قناتي حياك يلا اشتركي عندي بالقناة. كذا أنا أقولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في حفظ الله ورعايته.